الأخ ثائر. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. حياكم الله. حياكم. النقطة الأولى التي أحب أن أنوه عليها حول مسألة أنه قول بعض علماء بني أمية بأن الإمام علي عليه السلام كان لا علم له بالسياسة أو بالحرب، ولقد ورد ذلك حتى في زمانه عندما قال: لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. هؤلاء الذين حاولوا أن يتصوروا أن الإمام علي عليه السلام هو إمام كأئمتهم أو كخلفائهم، فالإمام عند أهل البيت عليهم السلام لا قميص يلبسه شخصية فلانية ويقول والله لو أقلع قميصا ألبسنيه الله سبحانه وتعالى، يريدون الإمام عليه السلام يفكر بهذه الطريقة التي فكر بها رموزهم. أما السؤال الذي يطرح نفسه سماحة أو فضيلة الدكتور، أنه منذ عهد معاوية كان الكذب يعني يجوزونه يعني على لتصفية الخصم أو لنصرة الدين الحق الذي يسمونه، فلقد قرأت فتوى عجيبة لأحد مشايخهم وهو عن الخضير عندما أفتى وقال لهم يجوز له الكذب والشهادة وتغليظ اليمين لنصرة الدين الإسلامي ونجه القويم ويجوز الضلالات والفرق الفاسدة، يعني يجوزون الكذب على غيرهم من رموزهم. وهم أما المسألة الأخيرة فضيلة الشيخ، ألا ترى اليوم أنه قد اشتد النزاع والخلاف بين اخواننا من اهل السنه الاشاعره والماتريديه والحركه السلفيه، فنسمع نداءات مثلا من داخل مصر تطالب بحمايه مسجد الامام الحسين عليه السلام، او حتى في سوريا تطالب بالحفاظ على مسجد او مرقد السيده زينب عليه السلام، وهذا يدل على عمق الخلاف بين هؤلاء والاسلوب الذي يستخدمونه. فلقد سمعنا خطبه من اليمن، ما اعرف اتذكر اسمه، يمكن مازنده او غيره، انه يطالب باستخدام القوه للسيطرة وإقامة خلافة إسلامية كما يدعي يعني أموية في نهجهم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لك أخ ثائر على هذه المشاركة الطيبة. يعني الأخ ثائر وضع يده على الجرح فضيل الدكتور، بأنهم الوهابية يتصورون أن الإمام أمير المؤمنين هو يعمل ويفعل كما يفعل أئمتهم وكما يفعل أولئك الخلفاء الذين هم يؤمنون بهم بأنهم خلفاء كمعاوية ويزيد وغيره من أشكال هؤلاء الذين يحرمون ويحللون من أجل المصلحة ومن أجل بقائهم. يعني هذه نقطة أساسية. الأهل السنة والجماعة، أهل السنة كما أشرتم، لا يؤمنون مثل هذه النقطة. يا حبذا إذا كانت لديكم أي أنا حقيقة هذا الكلام أظن أشبه تكلمنا عنه كثيرا، ولكن هو سأل سؤالين ممكن أن نتكلم عنهم. نعم. لأن هذه مسألة إدارة الإمام علي. نعم. الكذب على الكذب من أجل نصرة الدين، هي هذه نقطة الكذب مهمة جدا، لأنه للأسف أنا من خلال تجربتي مع الوهابية وبحكم أني كنت وهابي ومطلع على التراث الوهابي، الوهابية للأسف عندهم فتاوى في نظرة للأسف سلبية نحو المخالف، سواء كان مخالف من السنة أو كان من الشيعة، وتحت عنوان محاربة أهل البدعة يجوزون كل شيء. يجوزون كل شيء. نعم، حتى يجوزون مباهتته، يجوزون الافتراء عليه مثل ما فعلت القنوات الفضائية. يعني وهنالك فتاوى في هذه المسألة تحت عنوان ألا ينتشر الباطل، تحت عنوان ألا يسيطر الباطل، يجوزون الكذب ويجوزون، وهنالك فتاوى كثيرة جدا. ممكن أن نعالج هذه القضية في موضوع. والسؤال الثاني، والسؤال الأخير كان حول أننا نرى اليوم أن هناك نزاع بين أهل السنة والجماعة في مصر كما حدث، وبين السلفية، يعني هناك السلفية يريدون هدم المزارات وهدم الأضرحة، والأزهر وقف بشدة بوجههم، والسلفية يدعون إلى الهدم، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا مخالف للدين. هناك أنا أعتقد الآن صراع بينهم. أعتقد أولا هنالك جانب سياسي، وهنالك جانب كذلك ديني. الجانب السياسي مهم. السعودية تريد إفشال الثورات العربية، هي تنظر إلى الثورة المصرية كما تنظر إلى الثورة البحرانية وكما تنظر إلى الثورة اليمنية، وتدافع عن الرموز السابقة. الآن هي السابقة. بدأت السعودية تدعم السلفية في مصر لإقامة فتنة مع الأقباط ومع الأخوان المسلمين، مع المسلمين غير السلفيين ومع الصوفية، لأجل أن يثبتوا أن
وجود حسني مبارك كان هو أفضل. العامل. السعودية لا تريد أن يحدث أي تغيير في اليمن ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب، فأنا أعتبر هذه حركة في مقابل الثورة المصرية، حركة مضادة. ولذلك بدأت الآن تشكل السعودية تشكيل إدخال الأردن وإدخال المغرب لمواجهة، لأنها مملكة أردنية ومملكة مغربية، لمواجهة الثورة المصرية. لأن تعرف نجاح الثورة المصرية، هذا هو السلفية استخدموهم في العراق في عدم نجاح حكومة شيعية وتفجير تفجيرات وراء السعودية في 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 الآن يستخدمونهم في مصر، يستخدمونهم في اليمن. فأنا أعتقد هذا جانب سياسي. الجانب الديني وهو أن الخلاف في الحقيقة بين الأشعرية والوهابية خلاف قديم، ولكن الآن تحاول، الآن بدأ ينفجر بشكل عام. ونتمنى أن نحن نجد مثلا رسائل دكتورة في جامعة الإمام محمد سعود في الرد على الأشعرية وفي الهجوم على الأشعرية بالعشرات أصلا. والأشعرية هم أكثر أهل السنة في العالم، ما أدري هل بقي وقت أم ما زال وقت موجود؟ نعم، انتهى الوقت للأسف الشديد فضيل الدكتور، وسنكمل إن شاء الله وستكون لدينا وقفات عن هذه الورقة التي يستخدمها الوهابيون من أجل الوقوف بوجه الشعوب التي اليوم نراها تتحرر وتتجه نحو الحرية. فضيل الدكتور، لا يسعني إلا أن أشكرك على هذا الحضور الطيب.